العمل المتابع والتابع دائما لكل الانطلاقات في مشاركات المرموم. تظل دائما التحديات هنا مبهرة للجميع، المشاركات استثنائية ومشاركات بلا شك قوية، تحمل دائما في كل طياتها المنافسة، طياتها المفاجآت والمشاركات القوية. نقترب بحضراتكم من شوطنا القادم، شوطنا الثاني عشر، حيث انطلقت فعاليات في هذه اللحظة مدشنا شوط آخر بالمنافسة والتحدي ضمن برنامج هذا المساء الذي يحمل 6 أو 18 انطلاقة من انطلاقات التنافس في ميدان المرموم. المركز الأول وحيشان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمره ويتابع سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثاني وصلنا شاهين تعود أو الناوي لسمو الشيخ حمدان، اسمه الشيخ الناوي يتقدم في هذه اللحظات، أو هذا اللي تقدم السليماني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم خليفة بن خميس الغويص في تضميره يتقدم للمركز الثاني. المركز الثالث العاصي واصل يأخذ المركز الثالث، العاصي تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المضمر سيب بن أحمد بن خريدة يتقدم نحو المركز الثالث، بينما هنا الناوي في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان، لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز إذن الرابع، بينما في تضميره ياتي علي بن يمعه الغويص هنا يتقدم هذه الانطلاقه مع رابع المراكز. المركز الخامس نتابع خامس المراكز شاهين التابع هجن العاصفه يتقدم مع المضمر غياث الهلالي أما سادس المراكز. فانتقالتنا مباشرة إلى معاند لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان يتقدم للمركز السادس. سابع المراكز وصل الآن الواضح، تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وبالتضمير كاسب بن سالم المسافري يصل إلى المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الثامن، المركز الثامن وصل وتقدم قدم غامر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، ضمر عتيج بن سالم بالعرضي الحميري. والمركز التاسع هجن العاصفه، والمركز العاشر هجن العاصفه في التضمير والمتابعه غياث الهلالي. هذه الاسماء اللي ذكرناها لحضراتكم في مخاطبه هذا الشوط وفي منافساته. بلا شك المجموعه الاولى كما نشاهد باربع مراكز منافسين متقدمين يشوبهم كذلك تحدي امام الكادر الاول، امام كاميرا دبي ريسنج التي من خلالها بلا شك ستشاهدون الجمال، تشاهدون المنافسة، تشاهدون يعني مغامرات المشاركين. عودة إلى مقدمة الشوط حيث انطلاقة السليماني لسمو الشيخ حمد مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم خليفة بن خميس الغويص في عملية التضمير. يا سلام مع أبو سيف ويتقدم إلى المركز الأول في عنوان هذه المنافسة. وحيشان يحتل المركز الثاني، وحيشان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضم سعيد بن عبيد الحميري. ولكن العاصي يتقدم من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بينما في التضمير هنا سيف بن أحمد بن خريدة يتقدم إلى المركز الثالث. هجن العاصفة إلى رابع المراكز في هذه اللحظات مع وجود شاهين والمضمر والمتابع غياث الهلالي. هذه الرباعية ذكرناها لحضراتكم، بينما الناوي يحتل المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن جمع الغويص في تضميره. ولكن سادس المراكز يبدل يغير إلى المركز الخامس هجن العاصفة مع وجود شاهين، ويتقدم إلى هذا الموقع مع غياث الهلالي. شاهين في المركز السابع لهجن العاصفة، غياث الهلالي في تضميره. المركز الثامن هناك تقدم من سليماني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كاسب بن سالم المسافري بالتضمير، ومغامر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم ياتي تاسعا مع المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز العاشر معاند لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في التضمير والتدريب ياتي المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان. يا سلام، دعنا على حضراتكم ثاني نداء مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقه، وحيث عوده الى صداره وقمه الشوط، عوده الى المركز الاول، يقود المجاميع، يقود هذا الجمع من القعدان. يا سلام السلام
السليماني واضح امامكم على الشاشه، السليماني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يتقدم بكل ثقه الى الصداره بقياده خليفه بن خميس الغويص السويدي، لا زال على المركز الاول، بينما الملاحقه مستمره من هذه القعود من شاهين هجن العاصفه 1200 على المركز الثاني، الان وصلنا الى شاهين وفي تضمير غياث الهلالي العاصي 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 يتقدم للمركز الثالث، هذا هو بعاصي، هذا نهر العاصي، نهر يعني جاري ما شاء الله بالنواميس بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفي تضمير سيبر احمد بن خليده يحتل المركز الثالث، المركز الرابع شاهين هجن العاصفه، غياث الهلالي في التضمير، ولكن عوده الى المقدمه، خلاص السليماني حلق، السليماني حلق في اجواء المركز الاول، سلاله يعني ممتازه، سلاله السليماني، سلاله عز الجيش، سلاله طويله في المسافات الطويله، تبعد المسار، تبعد المنافسات، تتقدم، لكنها يعني يكون اداها جميل ورايع مثل ما قدم السليماني في ميادين السباق، اليوم نشوف يعني هذه السلاله تصبح في ارضيه الميدان لتتقدم بتقدمها الممتاز، لكن المركز الثاني هجن العاصفه، هجن العاصفه لا محاله قادمه بكل قوه، وانا في هذه الانطلاقه هجن العاصفه قادمين قادمين، يا سلام، يتقدم شاهين هجن العاصفه الى المركز الثاني، لكن السليماني واضح اموره بانه لا زال في مقدمه الشوط، وشاهين يتسلل، شاهين يتسلل، شاهين يتسلل لهجن العاصفة نحو صدارة هذا الشوط، شاهين لهجن العاصفة يغير، ولكن السليماني لا زال بالمركز الأول، السليماني والعاصفة، السليماني وشاهين العاصفة، السليماني اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، لكن شاهين هجن العاصفة يتسلل في اللحظات الأخيرة ليطير بناموس هذا الشوط، يحلق في أجواء المركز الأول، عنوانه المركز الأول الدايم بإذن الله تعالى مع هذا الشكل الجميل، هجن العاصفة ثانيا كذلك بشاهين، المركز الثالث ياتي سليماني لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ياتي ثالثا المركز الرابع ياتي العاصي لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وخامسا وصل مغامر لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. نعود بحضراتكم الى التوقيت لحظات الوصول، وهنا 7 دقائق 34 ثانية جزء واحد من الثانيه، هو توقيت شاهين لهجن العاصفه مع قياده المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني لحظات وصول كذلك شاهين الآخر بمنافسة قوية، و7 دقائق 35 ثانية 6 أجزاء من الثانية، والثانية للمضمر غياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار مع هجن العاصفة. بينما المركز الثالث 7 دقائق 35 ثانية 7 أجزاء من الثانية، ويأتي سليماني اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وفي تضميره وتدريبه يأتي المضمر خليفة بن خميس الغويص، تهانينا للجميع على هذا الفوز والانتصار. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا.